بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونجدد بحضراتكم اللقاء في هذا الصباح المميز، في هذا الصباح الجميل، في أول أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، المهرجان ختامي الصيفي للمفاريد. انطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط السابع والمخصص للأبكار، المفاريد مباشرة إلى أول المنطلقين، إلى فهد حمد بن علي بن عبد الهادي بن قرين الشهواني. يقدم لنا فهد المركز الثاني، وصلت الظبي سعيد بن فهد بن سعيد القريصي المركز الثالث. أتابع هذا القدوم من الجذابة فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسرياتي، ويقدم لنا الجذابة المركز الرابع اللي وصلت، اللي تقدمت في هذا المسار المركز الرابع. أتابع هذا القدوم اللي من الجانب الآخر من وصلت في هذا المسار المميز، مرضية سعيد بن سالم بن حمد الهول النعيمي المركز الخامس، وصلت وتقدمت بهذا الحضور. اللي وصلت في هذا المسار عسيلة محمد بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام الخمس المراكز المتقدمة في مسار هذا الشوط، العودة إلى فهد وانطلاقة فهد. حمد بن علي بن عبد الهادي بن قرين الشهواني يقدم لنا فهد بأداء جميل، بأداء ولا أروع، بلا أي توامر ولا شبه وامن حتى هذه اللحظات. المركز الثاني، المحاولات في هذا المسار من مرضية، يتقدم وعسيل محمد بن عبد الله بن ناصر والحفيظ المري، ولكن فهد فهد بدون أوامر بادرت بهذا الحضور المميز. يقدم لنا فهد هنالك يتقدم بهذا الأداء المميز، يقدم لنا هنالك على المقدمة والصدارة الأولى، ولكن المركز الثاني. ولكن خلوني مع المقدمة هذه الحاكمة يا إخواني، ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري يقدم لنا الحاكمة، تهانينا والناموس. ولكن فهد فهد طارت، بسم الله تبارك الرحمن. شوف الأداء المميز، حمد بن علي بن عبد الهادي بن قرين الشهواني قدم لنا فهد، طارت يا اخواني طارت. شوف العرض، شوف الأداء، سلامي عليك يا الشهواني على هذا الأداء المميز. هنالك بلا أي منافس على الإطلاق تقرد بالسرب لحالها، سلام يا فهد السلام، سلام يا أبو علي سلام، أداء مميز، عرض ولا أروع، تهانينا وناموس لمالك فهد حمد بن علي بن عبد الهادي بن قرين الشهواني. المركز الثاني من وصلت عسيل محمد بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري، والمركز الثالث ضوي علي بن سالم علي بن صالح بن علي الجربوعي المري، والمركز الرابع من وصلت في المركز الرابع الراسية قميص بن محمد بن قميص بن عويضة المريخي. المركز الخامس من وصلت المركز الخامس، هذه اللي وصلت في المركز الخامس، صبحي محمد بن راشد بن مبارك الهاجري. التهنئة والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام لمالك فهد، قدمت أداء مميز ولا أروع حمد بن علي بن عبد الهادي بن قرين الشهواني بشكل وعرض وأداء ما شاء الله وتبارك الرحمن. نجمة ساطعة في هذا الموسم ما شاء الله، مستقبل حافل فهد حمد بن علي بن عبد الهادي بن قرين الشهواني. دقيقتين 56 ثانية، 44 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك فهد حمد بن علي بن عبد الهادي بن قرين الشهواني. المركز الثاني من وصلت في المركز الثاني عزيل محمد بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري. دقيقتين 59 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. المركز الثالث، المركز الثالث من وصلت ضوية علي بن صالح بن علي الجربوعي المري، 3 دقائق ثانية، 1:43 جزءا من الثانية. تهنئة والناموس مشاهدينا متابعين الكرام.